طلبك طازه. ايش فيك؟ بسم الله عليك. لا بس انا بيتك كله مطبط نسيت اربط الحزام. بسم الله عليك. بسم الله عليك وعليك شر ان شاء الله. نوره في الهبوط. بسم الله عليك. وين؟ ني ني وين؟ بسم الله عليك. بسم الله عليك. هبوط اضطراري. وين؟ سوي له لقاعد. انا ضايعه. عطت خطيئة. أوروه لازم أروح البيت تأخر. شو ده الشك الشيطان؟ أظهر بيتنا. أظهر. يا المهدي يا المهدي. أظهر أظهر يلا. ما تستحي على وجهك ريالش كبرات. الكثير طلب مني أصور التجهيزات والتهيئة اللي صارت في بيتي وساعدتني أعتمد على نفسي. على فكرة هذه التغييرات سواها أمي وأبوي من لما كان عمري 8 شهور من لما بديت أحبي وطبعا تتغير وتتطور كل ما كبرت فطبيعي لما أعتمد على نفسي تزيد ثقتي بنفسي برويكم إن شاء الله حتى جزء هذه الأزمة الخاصة فيني وهذه الأزمة للشخص اللي طوله طبيعي كل سويتشات البيت تناسب الطول الشخص الطبيعي وتناسب طولي هذه المسكة للشخص الطبيعي وهذه المسكة الخاصة فيني كل الأرفف والعلاقات بسهولة أقدر أوصل لها. مع السلامة بخلي شوي قيلولة وبرجع لكم.